اليوم بعد الافتتاح ديال البرلمان الغرفة الأولى ما برمجتش الحصة ديال الأسئلة الشفوية، ماذا تقولون على هذا الموضوع؟ أولا القرار اللي اتخذ مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي هو برمجة جلسة مشتركة ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لتقديم مشروع قانون المالية 2022 الساعة 3 زوال. الأسئلة الشفوية قانونيا هي دستورية اللي خصها كل أسبوع، لكن من ناحية النظام الداخلي إلا درنا أسئلة شفوية الحكومة تلقى مبرر ديال 20 يوم لأن ما عندها الحق تجاوب على الأسئلة من بعد يعني 20 يوم من الأسئلة، يعني الأجل القانونية باش يمكن لها تجاوب، وهذا سبب اللي هو موضوع. ولكن كاين آلية أخرى وهو الأسئلة الآنية. الأسئلة الآنية يمكن الحكومة تجي ويمكن لها تجاوب. مع الأسف الأسئلة الآنية كتبقى القرار للحكومة واش تقبل أو ترفض. مادام أن المجلس ما برمش يعني الحكومة ترفض أن تجيب على الأسئلة الآنية اللي داخلة في إطار القانون. البرلمان والحكومة يقولوا على أن ما تأجلاتش لأنها ما توصلتش بالأسئلة الشفوية باش الوزراء يجيو يجاوبوا. إذن عندهم حق مادام ما كاينش أسئلة إلى غاية أمس، كيفاش بغيتوا أنها تبرمج جلسة ديال الأسئلة؟ لا بالعكس، أسئلة الشفوية العادية هي مبرمجة في يعني من طرف جميع الفرق. الأسئلة احنا في الفريق ديالنا اليوم ما يزيد على 50 سؤال اللي كاين اليوم اللي تم يعني شفوي وآني لا شفوي عادي ما تمش يعني انا تنقول لك على الآني. الآني ما صيفتش شي فريق على الآني، يعني لأن باعتبار أن المجلس خدا قرار ديال تكون الأسئلة التقديم ديال المشروع ديال القانون المالية يوم الاثنين على الساعة الثالثة، يعني ما يمكنش غنديروا جوج الجلسات في نفس الوقت وما قدمناش أسئلة آنية. واخا تقدمنا بهم من حق الحكومة ترفض ولا تجاوب، ولكن لو كان يعني كاين الوزير المكلف علاقة مع البرلمان، لو كانت الحكومة مستعدة باش تجي تناقش مع البرلمان كيمكن السؤال يتكسفنا لان هذا سؤال آني. كما داروا دابا لما وصلني بطريقه غير رسميه الاسبوع المقبل غادي يكون سؤال محوري حول التغطيه الصحيه واجتماعيه، وغيكون محور واحد ويكون سؤال آني يعني باش ما نفوتوا ديك 20 يوم. ان يعني الحكومه في علاقتها مع مجلس النواب تفاهموا على اساس الاسبوع المقبل. علاش هذا الاسبوع ما كانش؟ لانه كان قانون المالي غادي يتقدم والحكومه كانت غير مستعده. لو كانت مستعده لو تقدمنا بسؤال انه يمكن لها تجاوبنا.